الدوره ما ديفاسيمون انا فاصون كل واحد يدي حقه القضيه دي ماشي عن الصور او هو غادي بوزي حنا ثاني بلان بالمستشفى الامن ويسيب اللي اعطاه اللي سمح لنفسه باه يجبد دي ماسلوط ويدير المضرب على الراس تاعنا هذا ما نقدر نقول القضيه اذا اللي خلى الاحداث طور لهذا الشيء طارق عرب يعني فيما يخص المقابله يعني لو اي واحد عادي يتفرج يقول لك ما كانش يعني تاثير للحكم ولكن هناك بعض الحكام عندهم طريقه خاصه يعني كما يقولوا اربيتراج فيسيو وشو الشدي تلوموه انتم على التحكيم في هذه المقابله سامحني ما فيهاش اربيتراج فيسيو والله في هذا الحاكم جاء في ماموريه بين بيان بريسي نفذها انا هذا الحاكم كي عينوه بعد راني نزدت وقلت الحاكم يبقى في دكاتا يا ماشي يعني الحاكم طارده مش معقول يجيب الحاكم السياسي هذا هو جا في مأمورية خلى الفريق تاعنا خرجوا من المقابلة عندنا ضرب الجزاء عندنا عندنا واحد اللقطة تاع فاس بين عابد ومدافع عابد من مش مدافع وصفة الفنطار الله جليس على الديفونسير عابد مجال عوجه لوجه ظفر يعني قطع جميع اللقطات عشان ابقى سنتين كان حتى ظفرنا مخالفات في وسط الميدان وما ينظف المخالفات يعني تشوف ما يجيش يعني بين مدروسة عنده خطة بين جهلها عنده مقابلة أخرى حاكم أخداكم مبعوث المقابلة واحدة أخرى بين الفريق يفوز خارج الديار ذكر الأوراق راهي مكشوفة خصفة صحوفة احنا رانا تكلمنا مع رئيس الرابطة وتحب الإجراءات بربي شرعها تكون الأسبوع القادم راح تكون إيفرينيو عابد سوري بريزيدون ديبروف دو بريزيدون تاع البطولة الأول والثاني ويجتمعوا مع رئيس الرابطة ونظل لازم تولي القرارات تولي للرابطة باش لا ليغ ناسيونال هي اللي لا ليغ ناسيونال دو فوتبول هي اللي تسير البطولة ماشي لا ليغ ناسيونال تبرمج غير المقابلات والتواريخ نظل لازم التحكيم يولي لها باسكو التحكيم هذا راه حاكمين بعض الأشخاص ولي منظومة يعني الناس بكل تعرفها دونك كاينة مؤامرة على شباب قسنطينة باسكو كاينين حبيب بعض الفرق لازم ترجع السباق على البطوله ما شرب خاصه طيب احنا الحمد لله النقاط اللي كتبوا ديالها بعرفنا بالتعب تاع المدرب بالتعب تاع اللاعبين بالطاقم التقني بالطاقم الفني بالطاقم الطبي جميع الناس بالانصار تاعنا رانا تعبوا على النقاط تاعنا وغادي نلعبوا لعبه نزيهه يدو كانوا تدخل فيها بعض الاطراف وهذا الاطراف هما اللي اللعبه هي تاع التحكيم ونظن لي بروبليم دو ساسو على الرابطه كيما بان الكوسه كان طرف فيها كان الكوسه وين عينوه باه يولي هو اللي يحكم التخشيم اي كي يحكم احسن التخشيم باه يبدا المهام تاعو عينو عليه لازم يكونوا معاه الناس ولديهم من بين المشي عارف كيما هضروا هذاك ما كانش نقولوا ما كانش بالصراحه قال لك لازم يكون معاك امالو في البيرو السيد رفض بشخصيه ما احسنهاش هذا هو هما اللي يسيروا في التخشيم نعم عرما لو سمحت يعني سؤال هل يعقل حاكم يحكم فريق خمس مباريات على خمسة في المقابلة وهنا السؤال خلي الجمهور هو اللي يحكم وهذا السؤال خليه لجنة التحكيم تجاوب عليه فريق شباب قسنطينة ما خسرش إلا ثلاث نقاط خسر كذلك لاعبين وكأن الأمر يعني مخطط له مسبقا اللي راح يكونوا غايبين على لقاء الكأس أمام النادي ويتعلق الأمر بالعمري وعروفي العمري كذلك اللي راه أصيب وراح يكون غايب على تربص المنتخب الوطني أليس كذلك طارق؟ بطبيعه الحال بس احنا ما عندناش الشكل من جرب هذا احنا عندنا 20 ولا 21 لاعب وكل عندنا اللاعبين تاعنا احنا ما عندناش لاعب يعني كيما نقولوا لاعب اساسي ولاعب احتياطي احنا عندنا 21 لاعب مش غيابات راح يلعبوا ان شاء الله مقابله مع ملعب حسين بس مقابل مساء صحيح كل هو يفيني شمعنا عارفين اللي هي مدد إضافة بأنه من جديد الفنسة على شعبة يكونوا يتحلوا شوية بالعقلالي فسكين هم غير اللي بروفاتيو فيهم بعض القاعات اللي يفو فادق اللي كنت يعطوا الكيش فسكين يحيصون على البلعب شعبة بيعقبوا ما كانش الفوة في بيت شباب خاصة فهنا أمور رأي مدبوطة من جميع الدواحي فريق تاع راه في المرحلة انها المرحلة الأولى وعدو 30 نقطة متصدر البطولة بفارق اربع نقاط نظن يشوفوا الموسم كيفاه الموسم اللي فات كيفاه كان شباب قسنطينة عمري 5 مرات بها ب 14 نقطة واليوم مرة يكون يفو نطلعوا المراد اللاعبين تاعنا اللاعبين تاعنا باش نوالفوا بسلسلة النتائج الإيجابية ما تقبلوش خساراتي معليش هذه كرة قدم فين بعض العوامل شلتنا بس احنا عندنا نفس الفريق تاعنا راه في الطريق الصحيح راه نفضل البطولة بربع نقاط الملاحظ الامور راهي مضبوطة وان شاء الله بالتبعين ان شاء الله تجيبوا نديروا لا بريباراسيون غادي ان شاء الله عندنا عندنا ستاج ان شاء الله بكره كل يوم 20 هذا قسم تاعنا في نتاق العاصمه يوم 22 عندنا زوج مقابلات الجدول تاعنا ليه
نعاود نشحنوا البطاريه تاعنا ونعاود نخدموا ونفوق كما يقول لك الترافا يكون كاين ان شاء الله. وبربي ان شاء الله بتضافر جميع الجهود ان شاء الله الشباب قسمتناش ولا يكون في البوديوم هذا ان شاء الله بالتوفيق اذا للنادي الرياضي القسمطيني. شكرا طارق عالم. شكرا جزيلا.